محمد، يعني سمعت كلام عبد الكريم واحمد، وجهة نظرك فيما حصل. مرة ثانية أشكرهم على الدل اللي أدلوا بي وقالوا وتكلموا فيه، ولكن تكلمت عن الأزمة أبو يوسف. خلينا نتكلم، أعتقد بأنه وصلنا إلى مرحلة في العمل الرياضي في الكويت بشكل عام، اللي ما استحى منه لازم ما نستحي منه، ونقولها بشكل سليم أمام الجميع. اللي مستغرب من الإيقاف الرياضي وشايف بأن الإيقاف الرياضي هي أزمة أو تفاجأ بالنتيجة، لا، ما هو صحيح. الحقيقة بأنها نتيجة منطقية لوطن يطبق القانون بالمخالفات المرورية، ولكن إذا يلا شيخ ولا شيخ ولا شيخ يصعد الموقف بالقضية الانتقامية في المنظمات الدولية وينتقم من وطنه، أشكرك عينك عينك وشوفوا شو بقى يصير. هذا اللي قاعد أتكلم فيه، ما تكلمت فيه من باب عدم معلومات أو ادعاء، أنا أتكلم فيه بشكل واضح وصريح. لو كان الخلاف، وبصراحة بكل المتناقضين اليوم لما دشيت سويت سيرش وأشوف من اللي تكلم عن الحدث بشكل عام، والله ما ألفتني إلا رجل واحد، ومحبة فيه أوجه هذا الخطاب، والعم أحمد السعدون. كما أنا أقول للشيخ أحمد الفهد احترم مشيختك عشان نحترمها، أقول له احترم تاريخك عشان نحترمك. العم أحمد السعدون يقول بأن على الحكومة أن تراجع وتطلع على القوانين. أنا أي طفل بالقطاع الرياضي الحين يقول لك الأزمة أزمة صراع ليست قانون، هناك من تجاوز على الدولة، وفي ناس معارضين من قوة شعبية كل ما تكلموا لزقوهم بالتاجر. طيب أنا ماني تاجر، شلون؟ أنا ما لي علاقة بالتجار، أنا أتكلم بوقائع طبيعية. لما تيجي لجنة الشباب الرياضي في مجلس الأمة وتتحدث على القوانين وتستدعي كل خلفاء الرياضة إلى اللجنة البرلمانية ويون هيئة الرياضة، ولكن الاتحادات ما تحضر. أنا أتكلم بأرقام واضحة ودلائل مبينة، مو جاي قاعد ادعي هذا الكلام اللي قاعد اقوله الان لما تيجي واقولها في بدايه الحلقه. ما هو المخرج من هذه القضيه؟ انا لم اتي دفاعا عن الحكومه ومساعيها ولا الود الشعبي اللي نعزه ونقدره، ولكن اي واحد من المواطنين حاشته الفزعه زياده يمكن يعطيك تذكرته ويروح المكسيك وينسب الى الود الشعبي. والحكومه انا لست بصدد الدفاع عنها، لان هي ما تقدر تدافع عن نفسها، والدليل ان للحين ما في اي تصريح بسبب الايقاف الرياضي، إضافة إلى أن أنا تعودت كمواطن بسيط مستغرب من العم عبد العزيز يعلق أمال على الحكومة. كمواطن تعودت على حكومة تصنع المشكلة وتوهق، وهذا الخلاف الرياضي يعطيك إياها عيني عينك. الأزمة بشكل واضح، من يوصل رسالة إلى أبناء الفهد بأن هذا القطاع ما تسجل باسمهم؟ الموضوع وايد بسيط، جدا بسيط. بس محمد، نعم. هم أتوا بجمعية عمومية بالانتخاب، وهذا ما يتعارض مع المبدأ. أنت كويتي وأنا كويتي، وتعلم ما هي الجمعيات العمومية. الجمعيات العمومية أعلم تماما، بس أنا أكلمك على طريقة الوصول. لا، طريقة الوصول الجمعيات ما فيها قفز، يعني الجمعيات العمومية، وأنا مرشح سابق، الجمعيات العمومية اللي يحترمونها أشخاص معينين اللي ينزلون انتخابات في الأندية بس. وأنا الحين أقول لك أغلب الجمعيات العمومية لا تمثل النادي، ومنها الجمعية العمومية في النادي العربي بشكل صريح. لو كان التسجيل، بس محمد لا تشعب، ما تشعب، انت جربتني على الجمعيات العمومية التي لا اقول بانها منسوبة. رديت عليك انهم ما حطوا نفسهم، هم يوم الانتخاب. لا هم نصبوا نفسهم. لما تيجي تقول لي كيان رياضي خلق من فترة ومنذ الازل سيطروا عليه، انا اتكلم عن اللجنة الاولمبية، واكررها مرة اخرى، بالتعاقب من سنة 2000 وما قبل بين احمد الفهد وطلال الفهد، وكأن ما في 1,400,000 نسمة في الكويت، وكأنها حيز لمن سقط في الانتخابات من اصدقاء طلال الفهد. أتكلم عن الشاهد المفروض يشهد في حقي في المنظمات الدولية يشهد ضدي. ليش؟ لأن هناك إرث وخصومة سياسية وإرث معين. أنا الرياضة ليست لعبة لأبنائكم يتسلون فيها. الرياضة لم تعد خيار عند الشعوب، بل هم ملزمين فيها كشعوب. الرياضة تستقطب كثير من الشباب، هي ما هي خيار. الاحترافية مو بمزاجنا. ثاني شيء، أنا أفهم هذا وأتكلم بشكل صريح، أنا أفهم هذا القتال من التواجد على الصورة من الشيخ طلال الفهد وأحمد الفهد إذا حققوا إنجازات تقارن برؤساء اتحادات كما البرازيل. نحن من فشل إلى فشل من سنة 2000. أنا لو كنت مكانهم أستحي وعلى طول أبتعد عن المنصب وأقول لا يا جماعة كملوا الدرب. أنا أتحدث عن قطاع يهتم بالنتائج بشكل مباشر، ما في سكور إذا أنت ما سويت شيء. أي إنسان في القطاع الرياضي ينسب فشله ونجاحه بسبب النتيجة.